قبل ما ادخل في الحلقه، عنده قطه بيضه حلوه كيوته خالص اهي تمام. اهي ملهاش اي لازمه في الحياه غير انها تقرفني في عيشتي. انا مربيها من زمان، بس المشكله انها طلعت في الاخر مش بتتاكل، يعني كنت بحسبها بتتاكل وكده بس طلعت مش بتتاكل. فانت لو عايزها بلايك او سبسكرايب مفيش عندي اي مشكله، يعني خدها اعرض يا ابن الانترو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الساحر كريس المصري، الساحر اللي دخل الرعب في قلوب الشعب المصري وخلى كل اللي يشوف خدعه يجري يهرب من الخوف. انا في الفيديو ده هكشف لك اسرار خدع هذا الكريس. يعتبر كريس المصري واحد من اشهر السحرة في العالم العربي، واللي فيه كتير جدا مش لاقيين تفسير لخدعه. انا هكشف لك خدعتين. اول واحدة خدعة كتابة الرقم اللي فكرت فيه المنافسة على طفاية السجاير، والخدعة التانية هي اختفاء ازازة الويسكي قدام المنافس. نبدأ بخدعة كتابة الرقم على طفاية السجاير. فكري في اي رقم من 1 لـ100. ماشي، تعمل كده 66. طلب كريس من السحرة انها تختار رقم في نفسها، اي رقم من 1 لـ100، ويصب ماء في طفاية السجاير ويقعد يحركها. بعد كده يطلب من المتحدية انها تخبره بالرقم اللي في دماغها. 66. وفجأة يظهر رقم 66 وهو مكتوب في طفاية السجاير. ده حصل بقى ازاي؟ الفكرة هنا ان كريس كان حاطط سن قلم حبر لازقه على صبعه زي ما انتوا شايفين كده، ولما قالت له على الرقم اللي هي حفظته في دماغها راح هو جاي كاتبه في الطفاية. بص لو لاحظت هتلاقي فيه حبر احمر موجود على صبعه، نفس اللون اللي اتكتب بيه في الطفاية هتلاقيه موجود على صبعه. الخدعة التانية خدعة اختفاء ازازة الويسكي. دي تعتبر واحدة من اقوى الخدع السحرية اللي هزت الكل. تعالوا بقى نكشف سر الخدعة دي. الحقيقة بقى ان الازازة اللي باينة قدامكم دي مش ازازة حقيقية، يعني مش ازاز، هي عبارة عن حاجة كده مصنوعة من البلاستيك، والبلاستيك الضعيف جدا، حاجة هشة. بص لو لاحظت قدامك هتلاقي الازازة ضعيفة، يعني هو ماسكها كده وماسكها بطريقة حساسة جدا برضه وراحت متطبقة منه. فمن الطبيعي انه لما يحطها في كيس كرتوني زي كده ويضغط عليها كأنها مش موجودة. بس كده وصدق كريس المصري لما قال ان كل ده خفة يد وموهبة. مش حاجة اسمها سحر يا جماعة، كل ده خفة يد وموهبة. وفعلا هي خفة يد وموهبة، وانا من اشد المعجبين باللي هو بيعمله. فلو انت اول مره تشوفني اعمل لي سبسكرايب وفعل الجرس، ولو انت اول مره تشوفني انزل اعمل لي سبسكرايب، وسواء شفتني او ما شفتنيش اعمل لايك للفيديو. بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله.